بالنسبة لمرض البهاق فهو كيتكاثر في فصل الصيف، يعني كنشوفوا بزاف تاع الحالات ديال الشباب اللي كيجيو وكيستشروا معنا في هذا المرض هذا. فمرض البهاق هو عبارة عن فطريات كتكون يعني كتحصل على سطح تاع الجلد وكتكاثر مع الحرارة، لأنه الجلد تاع الإنسان كيفرز واحد المادة الدهنية اللي كتكون كثيرة في فصل الصيف، فلذلك فهاد البهق هذا كيلقى بحال النوع تاع الغذاء ديالو وكيقد يتكاثر بواحد الشكل كبير. فهناك الحمد لله يعني أدوية اللي كتكون جيدة بالنسبة لهاد البهق، وكنستعملوا ايضا يعني واحد لي شامبوان اللي كنقدروا نستعملوهم من بعد للوقايه باش ما يعاودش يرجع عندنا هذا البهاق هذا يعني في الفصول اللي من بعد. بعض الشباب ايضا كيتخوف من هذا البهاق هذا لانه كيقد يشابه مرض البرص، ولكن حنا بتشخيص يعني سريري وايضا باستعمال واحد الضوء اللي هو متخصص هو لا لوميير دو وود، هي واحد الضوء ازرق يعني اللي كنستعملوه في واحد الشقه اللي كتكون يعني سوداء، فكيبان لنا يعني كنقدروا نفرزوا ما بين مرض البرص ومرض البهاق.